الجزيرة مع دانياس، ونبدأ بك تعليق على المباراة من المدرب راجع. بروفيسور، هي مؤثر لماتش كوم سيتاسي. جيمي بيان ماتش توت لاكيب. عجبني أداء الفريق ككل. وتو سأعيبي تبين ماتش دانياس يفوز سويسا مالون. واعتقد ان المفتاح الفوز كان الركض من غير كره على امام بنياس. يونا سوفري بوكو باسكو يزون بوسيسيون دي بال اكستراوردينير. ونحن نعرف ان بنياس يمتلك الكره بشكل قوي، لعيبه مهاريين. كوم سي افي فو ديت لي تروا جوار كي جو ديريير ساغينوار ساموف ترو سون دي تاتر كلان جوار. وطبعا الثلاثي الهجومي وراء سانغاور لديهم حركه مستمره في الملعب. دوزيام ايتاب سيتي نورمال كيزون بارتي بو ايسيي دي رياليزي لي ماتش. وطبعا الامور كانت اسهل عندما اندفع بنياس للهجوم بكثافه. اون اي لا شانس دي ماركي نورمالمون كون انا اتاكي. وطبعا كنا محظوظين في بعض اللحظات وسجلنا اهداف في اوقات مهمه من المباراه. Mais il n'y a pas d'une équipe ici au Emirates qui peut gagner de Banias 4-0. Ça, c'est le résultat, c'est pas normal. واعتقد ان النتيجه ربما النتيجه يعني غير عادله وثقيله على بنياس. بنياس ربما اعتقد ان بنياس ادى مباراه لا يستحق هذه الهزيمه الثقيله. الى اليوم بريمير ميتون انا فيك ليكيب راهي ان بي ديفيكولتي بور امبوزي سون جي بارابور لادفيرسير. وي Avec ces mouvements qu'on a eus, on a commis une erreur tactique le premier temps. Deuxième temps, on a changé quelque chose. وفي الشوط الثاني عدلنا بعض الامور بعض حسب الفريق اصبح حاضر اكثر في وسط الميدان واستطعنا ان نكسب معركه وسط الميدان. On a joué aussi aujourd'hui des passes un peu plus longues et aussi au contre-attaque. وطبعا يقول كان علينا اليوم ان نغير بعض الامور. كم لاحظتوا اصبحنا نلعب كره طويله، اصبحنا نركز اكثر على الهجمه المرتده. وطبعا هذا وضعيه يعني حتمها المنافس. المنافس يلعب كره جيده في وسط الميدان. الشورت الجزيرة تابورتي شانس. نو 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 سي سا با سا. افون تي بوست لي شيميز. ابري لي ماتش سوا بو مانجي. اي كوم جي ترانسبير ترو ابري جي مي بريبار سوتي افيك سي دي لا. طبعا. جي با با ديني افيك لي شيشورت الجزيرة بو سا تي ساجي. طبعا قال انا سعيد ان يعني مصادفة ان الفريق قام بهذا الفن، ولكن يقول غالبا ما ارتدي قميص. ويعني المصادفة جاءت وربما مصادفة حسنة يعني. بروفيسور إلى دي توت ليكيب على بيان جوي أون ديزيام ميتون، ديال كي أون بارتيكيلي لا في أن بون ماتش، كيس كي يا شونجي بور نو سا شونجي ريان. ديال كي سيت أن إكستراوردينير جوار. Aujourd'hui aussi, on a vu un vrai Delgado avec beaucoup de agressivité, tactiquement extraordinaire. Il était toujours bien plus proche de s'approcher bien du numéro 5. Alors, Jacques est monté, Soubet est monté, Delgado est monté, ça c'est normal que cette équipe soit monte. طبعا يقولوا تعرفتون ان مثلا نوعيه دياكي هو لاعب جيد، ولما يجد مستواه الحقيقي فهو يفيد الفريق. كذلك دلغادو قام بمباراه جيده تكتيكيا وكان حاضر في وسط الميدان وقام بادوار دفاعيه مميزه. كذلك سبيت، وقول لما هذا الثلاثي يرتفع مستواه فاكيد ان الفريق يستفيد والفريق يؤدي يعني احسن. اه بروفيسور الذي باري ان با الى ريسيت ابيتيال. Qu'est-ce que tu penses? Il est encore nouveau avec l'équipe. Je n'ai pas son guide, parce qu'on a 10 joueurs qui ont très bien joué. Il vient parler d'un joueur qui était mauvais, c'est normal. Je ne parle pas. هو يقول اللاعب هذا جديد على الفريق ونتمنى ان يعني نتمنى يقول ان في سائر الايام ياخذ مستواه العادي، ولكن يقول البركه في باقي الفريق يعني ادوا بشكل جيد.